زميلتنا رند الديسي جاهزة. صباح الخير. صباح الخير يا صباح أم أحمد. الفل. أهلا وسهلا. صباح الورد وصباح النور وصباح البشاميل والكريب والمعكرونة والشوكولاتة. والله أكسركم. يعني متابعين أنتوا شكلكم بقوة ومش عارفين نهرب لنا أي طبخة زي الناس، وأصلا الظرف مش بساعد إنه نهرب هيك دسامة كثيرة، وعشان كمان اللي جالسين في البيوت يا رند ما تزيدش أوزانهم يعني، فنظلنا متعاملين مع هاي الحالة اللي احنا فيها. فالكريب البشاميل والكيكة الشوكولاتة ما حدد الوزن صح، وأنا لسه طبعاً. الصبح بدنيا يا دنيا بقولهم لا تقللوا من أكلكم، 30% من السعرات الحرارية والله يسامحكم. طيب ستي احنا شو رايك نغير الموضوع؟ طيب رند احنا بدنا نحكي عن الامرأة الحامل وما بعد الحمل. صحيح. بدنا نحكي عن صحيح. المكملات الغذائية لما بعد الحمل. تمام. هلأ بفقرة اليوم رح نحكي عن بالحجر الصحي احنا كيف نحن بنقدر نتعامل مع جسم المرأة الحامل اللي ولدت بهاي الفترة. صحيح انها فترة صعبة، عشان هيك لازم انه نحن نقدم لهم النصائح الغذائية الصحيحة ليقدر يتعاملوا مع اجسامهم بالطريقة الصحيحة، وكمان ما يفقدوا العديد من الفيتامينات والمعادن بسبب قصور بالغذاء اللي ممكن يكونوا عم بتناولوا. هلأ بشكل عام سمير، كل الفيتامينات والمعادن اللي الإمرأة كانت تاخدها خلال فترة الحمل يفضل أنها تستمر عليها بعد 3 أشهر من الولادة، أو حتى خلال فترة الرضاعة إذا كانت 3 إلى 6 أشهر. فإذا نحن عم نحكي عن الحديد، عم نحكي عن الفوليك أسيد، عم نحكي عن الكالسيوم، الفيتامين دال، الأوميجا 3، إذا المرأة الحامل كانت تاخدهم لأنه كان في نقص خلال فترة الحمل، فإذا يفضل إنها تستمر إنها تأخذ هاي الفيتامينات والمعادن. هلأ رح نحكي شو السبب الرئيسي اللي لازم نأخذ كل منهم بشكل ياريت منفرد. ياريت لو احكي لنا عنهم يعني بشكل منفرد وبتفصيل. طيب هلأ نبلش بالأوميجا 3. طبعا نحن بنعرف إنه الزيوت وخاصة زيوت السمك هي مهمة جدا لجسم المرأة، وبالأخص كمان للنمو العقلي عند الطفل. تمام. عشان هيك احنا بآخر فترة بنشوف إنه المرأة الحامل بتبلش تنسى، لأنه الطفل بصير ياخد الأوميجا 3 DHA بالأخص من الدماغ تبعها، وبصير ياخده للطفل وليسيد مخزون الطفل أولا، ثانياً لا ينمو عنده الخلايا العقلية. فبهاي الفترة تعتبر فترة حرجة جداً للطفل، أول 1000 يوم من حياة الطفل خلال فترة الحمل وما بعد لعمر 2 سنين تقريباً أكثر فترة بصير في عندي نمو للدماغ عند الطفل. فإذا الطفل كان عم ياخذ الحليب من الأم يفضل أن الأم تاخذ الأوميجا 3 زيت السمك لحتى تعزز نسب الأوميجا 3 DHA والEPA الموجودين بالحليب، بنفس الوقت تعوض النسب اللي هي عم تخسرها لجسمها. فزيت السمك يعتبر أساسي بآخر فترة خلال فترة الحمل. تمام. بالإضافة لفترة الرضاعة مهم جدا جدا. تمام. ننتقل لنحكي عن الفيتامين دي والكالسيوم. عادة احنا بنقول انه الام بس بدي اطلب منك شغلة ام طبعاً. احمد انت كرمتي هاي الفيتامينات، اضربينا لو سمحتي امثلة بما هو موجود بالبيت ممكن يعزز هذا الشيء، يعني من الخضار والفاكهة والاكلات، يعني الاغذية أوكي. المناسبة واللي موجود أوكي. فيها هاي الفيتامينز انت كرمتي. هلأ سمير بالنسبة لزيت السمك فهو موجود إما على شكل مكمل غذائي أو تمام. يسهل وجوده بسمك التونة تمام. بالإضافة إلى سمك السالمون، يمكن هلأ صعب أنه نحن نلاقي هاي الأسماك، ولكن التونة والسردين موجودين وفيهم نسب من الأوميجا 3. التونة العلب ولا التونة العلب؟ طب العلب نفسها صحية عادي؟ يعني شوفي شاف غادة، في نوعيات تعتبر صحية لأنها ما فيها مواد حافظة، احنا بنخاف من التونة المعلبة من ناحية المواد الحافظة. أيوة. ولكن في أنواع موجودة بالسوق خالية من المواد الحافظة. ونخيرت اللي محفوظة بمي مش بزيت صح؟ لا هلأ بهاي الحالة لأنه احنا بدنا زيت السمك، بدنا زيوت الصحية، فبدنا اللي محفوظة بزيت. تمام. طيب إذا زيت السمك بالسردين أو بالتونة صح. نيجي للفيتامين زي الأشخاص اللي عندهم بذور مثل التشيا سيد، التشيا سيد تعطي نسب عالية جدا 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 من الأوميجا 3، فتعتبر كمان مصدر جيد. تمام. هلأ بالنسبة للكالسيوم والفيتامين دال، طبعا تعرضنا للشمس بخلال هاي الفترات، وخاصة أنه هلأ الشمس عم بتكون طالعة، فممكن نقعد شوي على البرندة، ممكن إذا عنا هيك قعدة صغيرة قدام البيت قدام الشقة نقعد فيها، فبهاي الحالات بنتعرض لنسب عالية من امتصاص الفيتامين دال أولا. ممكن أنه نحن نلجأ على أخذه على شكل مكمل غذائي. احتياجات المرأة الحامل أو المرضعة تتراوح ما بين 400 إلى 600 انترناشنال يونت باليوم الواحد،
تمام. وكمان ناخذ معاه الكالسيوم لحتى الفيتامين د بعزز امتصاص الكالسيوم، بعزز تكدس الكالسيوم بالعظام. فخلال فتره الحمل احنا دائما بنقول انه الطفل بياخذ الكالسيوم على حساب عظام الام، وهذا الشيء صحيح، ولكن سبحان الله بتثبت الدراسات انه كثافه عظام الام بتعود الى ما قبل الحمل عند الولاده. فاحنا ما بنخسر كثافه عظام بالضبط، ولكن لانه حليب الام بيحتوي على نسب عاليه من الكالسيوم، بيحتوي كمان على نسب عاليه من الفيتامين د، فيفضل انه يكون عم ناخذ مكمل غذائي ليغطي اولا احتياجات جسم الام، بالاضافه الى يغطي الحليب اللي هي عم تعطيه للطفل الرضيع. تمام. طيب هاي اهم الفيتامينز، لانه احنا الوقت تقريبا ازف ويبدو ان الموضوع طويل نوعا ما، يعني احنا بدنا لاحقا ان شاء الله في حلقات سابقه نتكلم ببدائل الاغذيه، وراح نتكلم بما يمنع تناول الحامل، بس هاي الفيتامينات الاساسيه اللي حكيتينا عنها اللي او صحيح. المكملات الغذائيه بالاضافه للحديد والفوليك اسيد، بالاضافه للحديد والفوليك اسيد اللي هو بالضبط. موجود سواء بشكل الدواء اللي هو، ما ننساش نقول ان الكالسيوم بيساعد على امتصاص الجسم للفيتامين د، صح؟ هو شاف غادة العكس، الفيتامين د يعزز امتصاص الكالسيوم. هو في حاجه كده عايزه تفتي؟ لا انا عايزه تقولي لها ايه الكميه الموس، عايزه اقول لها ان انا بتابعها. يا تفتي يا شيف غادة، عايزه اقول لها ان انا متابعاها. متابعه مين يا شيف؟ والله برافو يعني شقلبت الدنيا يا شيف غادة، يعني ايه الكميه الموسي بها يا مدى؟ الموسي بها. طيب يا ام احمد، يا رند الديسي، يا اخصائيه التغذيه الرائعه والزميله الرائعه، كل احترام والتقدير، شكرا لمعلوماتك الرائعه، كل امنيات الخير لك ولعائلتك، ابقوا في البيت وابقوا امنين، يعطيك العافيه.